خلينا نشوف الديربي اليوم اللي كان بين الرائد والتعاون. هذا الديربي مثير، دائما نتائجه مثيره، حتى توقيت اهدافه توقيت مثير. نتابع التقرير ثم نعود. للمرة الثالثة على التوالي يفرض الرائد سيطرته على غريمه التعاون في ديربي القصيم بعد أن تفوق عليه بهدف وحيد دون رد. يمكن أن نطلق على لقاء اليوم مباراة حراس المرمى، فأحمد الكسار الحارس الرائدي كان نجم الشوط الأول بإنقاذه لفريقه في أكثر من مناسبة. كان التعاون الحاج بوغش هو صاحب الفرص في أغلب الحالات. الشوط الثاني شهد نجومية أخرى كان بطلها فهد الثنيان حارس التعاون، حيث ألغى تسديدة ديبا ألونغا في المرة الأولى ثم أنقذ شباكه من تسديدة أحمد الكعبي. الربع الساعة الأولى من الشوط الثاني تشهد احتجاجا تعاونيا على إلغاء الحكم عبد الرحمن العمري هدفا لأصحاب القمصان الصفراء. قبل النهاية بثلاث دقائق أبى ديبا ألونغا إلا أن يخرج فريقه كاسبا النقاط الثلاث بعد استغلاله عرضية أحمد الخير ليعالجها في مرمى الثنيان. ليعلن حكم اللقاء العمري فوز الرائد ووصوله للنقطة السابعة في المركز السابع، بينما بقي التعاون على نقاطه الثلاث في المركز الثاني عشر. كابتن خالد ابدا معك هالجزء. انا اعتقد ان يعني الرائد جالس السنه هذه افضل الموسم الماضي بمراحل في بدايه الموسم، يعني حقيقه الان حاصل النقطه السابعه والفريق يعني لاعب مباريات مع فرق يعني اعتقد تكون في طليعه الدوري، ونتائجه جدا ايجابيه. واقع الجانب الاخر واقع التعاون حقيقه افضل من وضعه الحالي، يعني امكانيات استقطاب اللاعبين، امكانيات المدرب اللي كان موجود الموسم الثاني في الدوري كان مع نجران، كان مقدم جدا مباريات جميله مع نادي نجران. اعتقد انه التعاون يمكن يكون عنده سوء طالع يعني في المباريات، وان شاء الله يكون في وضع ان شاء الله افضل بكثير. يعني الواقع المباريات اثبت اليوم على فوز الرائد على التعاون كشيء ايجابي بالنسبه للتعاون للرائد. طيب قبل ما نسأل أبو محمد عن المباراة نذكر فقط المشاهدين أنه بإمكانهم إرسال تغريداتهم على تويتر على حساب البرنامج، وراح نستعرض كل الآراء على الشاشة بشكل مستمر. اليوم احنا الحلقة الخامسة على التوالي واحنا نعرض التغريدات، وراح نستمر حتى نهاية الموسم. أبو محمد، الرائد والتعاون في مثل هذه المباريات التركي ما يبحث عن المستويات ولا يبحث عن نجومية أيهما كان أحق بالفوز بقدر ما يذهب للنتيجة. لا شك أن الرائد طبعا هو الأكثر استقرارا والأكثر إعدادا والأكثر أيضا ترشيحا قبل المباراة الكسبة، استطاع أن يخطف الثلاث نقاط في وقت قاتل. لكن حديثي عن التعاون ربما يكون حديث مختلف. تعرف أن التعاون يعاني الآن من غياب إدارة، عندما استقالت إدارته الماضية وتم تكليف إدارة، وكان هناك مرشح الأمير عبد الله بن سعد وراجت أخبار كثيرة حول ترشيحه، بالتالي تم الاعتذار، استعداده ما كان جيد، فطبيعي أيضا أنه يكون بهذا المستوى بهذه النتيجة. بدايته كانت جيدة أمام الفيصلي، لكن في مباراة اليوم حقيقة كل الترشيحات كانت تذهب للرائد، وفوز الرائد أعتقد أنه فوز مستحق، لكن لي تحفظ كثير على 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 بعض التصريحات الأخيرة للرائد والتعاون قبل المباريات. صحيح أن التصريحات جزء من اللعبة، وصحيح أن كرة القدم مبنية على الإثارة، لكن يفترض أن تكون أيضا في إطار
الملعب. ديربي التعاون والرائد هو ديربي طبعا على مستوى المنطقة جيد، ربما يكون في المرتبة الثالثة على مستوى المملكة بعد الأهلي والاتحاد والنصر والهلال كديربي له اهتمامات الجماهيرية والإعلامية. اليوم المباراة حقيقة حتى أكون منصف ما تابعتها لأن كنا أيضا مشغولين بمباريات أخرى، وربما أيضا شاركني نفس الهم الكابتن خالد لأن كانت مباراة. بس نقدر نتكلم عن وضع عام عن أتكلم عن وضع عام حقيقة. الرائد كما قال الكابتن خالد مسيرته هذا العام تختلف عن مسيرته في المواسم الماضية، كان يبدأ متعثر إلى حد كبير. فوز اليوم طبعا الى جانب انه جلب له 3 نقاط لانه فوز معنوي مهم طبعا في حسابات الديربي، ربما ينعكس بالايجاب على مستوى الرائد في 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 المباريات القادمه. اضف الى ذلك انه التعاون يحتاج الى كثير من العمل، اقصد العمل الاداري خاصه، وانه حتى استعداده ما كان جيد. طبعا الهدف اللي سجله التعاون، طبعا انا لست حكم لكن من خلال ما أرى أعتقد أنه احتكاك ربما يكون عادي مع حارس المرمى، قد يكون مثلا للفنيين طبعا في مجال التحكيم رأي آخر، لكن وجهة نظري بس يفترض بكرة راح نستعرضه قانونيا أكثر يعني، بس طبعا للجميع الحق في إبداء الرأي طبعا. أي طبعا هذا يظل رأي يعني قد يقبل وقد يرفض، لكن وجهة نظري أنا أرى أنه هدف يعني ما كان هناك في احتكاك مؤثر. لكن ارجع واقول انه الرائد كسب الاهم والمهم، هو كسب النتيجه وارتفع رصيده طبعا الى 7 نقاط. طبعا التعاون ربما يتضرر من هذه الخساره على اعتبار انها من الغريم التقليدي. طبعا التعاون كما قلت اداريا غير مستقر، ماليا ربما يعاني، فاتمنى انهم يستفيدوا طبعا من خلال هذه النتيجه فيما يخدم مسيره الفريق، لانه لو استمر على هذا الوضع ربما لا 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 لا, لا, لا يواصل يعني ولا يستمر في دور ممتاز، وهذا ما لا نتمناه على اعتبار ان وجود التعاون والرائد مكسب لدوري الزين على الاقل، تنافسهم حضورهم ايضا تحديدهم بعض النتائج على مستوى الدوري، فاعتقد انه هبوط اي منهما ما هو في مصلحه الدوري بشكل عام.